اقتصادنا بالملي وائل البيجي على إيفام أحلى راديو. إيفام أحلى راديو. سبت 18 نوفمبر 2023. صباح الخير، صباح الفل للناس الكل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في اقتصادنا بالملي، موعدكم الاقتصادي الأسبوعي اللي يجيكم سويعة من زمان كل نهار سبت من 9 حتى للعشرة امتع الصباح. أنتم تتفرجوا فينا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو إيفام وعلى إيفام تي في على اليوتيوب. نحب نشكر كامل الفريق اللي أمن لكم في الإخراج الصوتي والإخراج الرقمي. تحية الخليل وتحية الإيمان، تحية سوفيان قومنتيني خويا، أهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا خويا، نهارك زين، نسلموا عليك، سلموا بالطبيعة على السادة المستمعين والمتابعين اللي يتفرجوا فينا في إيفام تي في ولا يسمعوا فينا في الراديو. مرحبا بك سفيان، ضيفنا يحضر بحذانا بالنسبة للنص ساعة الثانية خلينا نقولوا، هو ماجد ماتر، أهلا وسهلا. مرحبا بك سيدي. مرحبا بك وبكل المستمعين، سعداء جدا في كل مرة باستقبالك بحذانا. يعيشك يا سيدي. هو راهو الأستاذ الجمعة اللي فات كان انفيتي بحذانا أستاذ مش حاجة عليه، ونسلموا عليه مرة أخرى بالطبيعة. وحكينا شوية بحكم الوقت على برشا مواضيع من بينها المصالحة ولبنان المصادرة، فقلنا علاش ليه خويا، علاش إذا عنده الإضافة يجي بحذانا على قاعدة نعمله نص ساعة من بعد إن شاء الله مع السادة المستمعين يفسر لنا برشا أمور. بالضبط بالضبط. مرحبا بك ماتر مرة أخرى. 9:10 هذا اقتصادنا بالملي، جريش عنا اليوم. اقتصادنا بالملي كما عودناكم خلينا نقولوا تتقسم لزوز مراحل. المرحله الاولى رونديفو غاب، الفقره اللي نحكيوا فيها في كل مره على دوله عربيه شقيقه. فقره نحكيوا بالملي، موضوعنا بالنسبه لليوم هو الوضع السياسي والاقتصادي على الاستثمار ومناخ الاعمال. وضيفنا كما كنا نحكيوا في الفقره هذه باش يكون ماجد علي، ماجد حاج علي المحامي. ضيفنا هذا شنو اللي يستنى فينا في اقتصادنا بالملي حتى للعشرة نتاع الصباح. توت سويت رونديفو غاب. عودة على الوضعية الاقتصادية في لبنان، وضيفتنا باش تكون مدام ليال منصور الخبيرة الاقتصادية اللبنانية. مدام ليال أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا فيكم، صباح الخير. صباح الخيرات لله مدام ليال. وي أنا معكم. معنا مدام ليال، مرحبا بك. مرحبا بك، نسمعوا فيك. أهلا. 5 على 5 مدام ليال منصور خبيرة اقتصادية لبنانية، باش نعملوا معاك عودة على الوضعية الاقتصادية في لبنان. سؤالنا ليك مدام ليال، ما هي وضعية الفاعلين الاقتصاديين في لبنان، وهل لازال القطاع الخاص صامد وبأي طريقة؟ اللي بدي أقوله أنه اللي خلى لبنان يستمر لغاية الآن هو القطاع الخاص، فعلا هو الصامد قطاع الخاص. يعني إذا بنشوف نحن أساساً العملة الوطنية التي تستعمل في لبنان الوقت الحالي هي ليست الليرة اللبنانية ولكن هو الدولار الأمريكي. فبتشوف أنت القطاع الخاص هو يلي عم بيدفع بالدولار الأمريكي، هو اللي عم بي البضاعة كلها في الدولار الأمريكي. يعني صار في عنا بلد مخصخص، بلد خاص أم باغلال من الدولة اللبنانية اللي هي الأقلية اللي هو وظائف أو موظفين الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية مش عم تعمل ولا صيانة ولا شغل، يمكن بصعوبة عم تعطي الرواتب اللي هي أساساً الرواتب انهارت، القوة الشرائية جداً. ويمكن الأزمة الاقتصادية اللي حصلت فرجت هشاشة القطاع العام أمام القطاع الخاص. يعني هو فعلاً اللي ماشي بلبنان هو القطاع الخاص وليس القطاع العام. يعني نفهم من كلامك اللي القطاع الخاص في لبنان لا يزال صامد. لا يزال صامد، نعم، بس بس في نقطة كتير مهمة بدي أحكي عنها. صمود لبنان من وين جاي؟ لبنان تاني أكتر بلد بالعالم عنده ريميتنسز، يعني مساعدات من دول الخارج، أو هو اللبناني عايش في الخارج بيبعت أموال إلى لبنان. تاني أكبر نسبة في العالم نسبة للناتج القومي، حوالي 40%. يعني كأنه لو نحن اعتبرنا لبنان شخص عنده 40% من إيراداته آتية من دول أجنبية. اللبناني وين عايش؟ يا بأوروبا يا بالخليج يا بكندا يا بأستراليا. فهيدول هني اللي فعلا قادرين يصمدوا لبنان، لأنه مثل ما ذكرت أصبح كل شيء في العملة الأجنبية. الأشياء اليومية، المياه، نحن ما عندنا مياه من الدولة ولا الكهرباء من الدولة، الكهرباء خاص، بنشتري جنريتور وبنعمل اشتراكات من الخاص. كل هالمصاريف اللي هي في العملة الأجنبية عم تتغطى نوعا ما من اللبناني اللي عايش في الخارج، الريميتنسز اللي بنسميه.
يعني الإصلاحات هي خلينا نقولوا كلمة السر مدام ليال منصور، لكن هل هناك اليوم إجماع حول الإصلاحات اللازمة وبوادر الشروع في تطبيقها، وما الذي يحول دون ذلك مدام ليال؟ الإصلاحات مثل ما قلت هو كلمة السر، مش بس كلمة السر لحتى الاقتصاد نوعا ما يتحسن، بس هي كلمة السر لحتى يرضى علينا فينا نقول دول الأجنبية. يعني إذا نحن شفنا صلنا بأزمة 4 سنين وأكثر، الدول الخليج ما بدها تساعد لبنان، الدول الأوروبية ما بدها تساعد لبنان، أمريكا ما بدها تساعد لبنان، لأنه ما عم نعمل إصلاحات. فأول شيء نحن بحاجة لإصلاحات طبعا لحتى يكون في عنا مساعدات، ولحتى يكون في كمان يعني إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني بأكمل. بس أنا كمان بحب أقول شغلة، هناك دراسة اقتصادية علمية أجرتها الـ IMF بال2019، وكانت الدراسة عم تقول ليش في دول تعاقدت مع الـ IMF ونجحت ودول تعاقدت مع الـ IMF وفشلت. من الأسباب الأساسية غير السبب الأساسي أنه هو مثلا قد البلد الفقير أو البلد الأغنى مثل بأوروبا إيرلندا تعاقدت مع الـ IMF وماشي حالها، السبب الأساسي هو الزمن، طولة الزمن قديش البلد بتأخر حتى يتعاقد مع الـ IMF. وبمعنى تاني، كل ما تأخر البلد لحتى يعمل اتفاقية مع الـ IMF كل ما نسبة النجاح صار ضئيل. ونحن صرنا 4 سنين ولبنان لم يتفق مع صندوق النقد الدولي لغاية اليوم. فأنا من زمان، من سنة ومن سنتين وحتى من 3 سنين كنت أقول أنه ما رح تتعاقد مع الـ IMF، وحتى لو تعاقدت مع صندوق النقد الدولي ما رح يمشي الحال. It's too late، لما بيمر فترة زمنية من بعد الانهيار بدون ما يكون في إجراءات إصلاحية، خاصة صندوق النقد الدولي هو الباغان، يعني هو العراب، هو الثقة العالمية، هو اللي بيمنح الثقة أنه دول الخارجية تساعد لبنان. ولكن مثل اي بلد، صندوق النقد الدولي عم يطلب اصلاحات، مثل ما ذكرت هذه كلمه السر ممنوعه في لبنان. نعم، صندوق النقد الدولي سفيان، الحقيقه انا في كل مره كل ما نسمع الوضعيه اللي موجوده فيها اليوم لبنان، في كل مره نتذكر تونس ونحس ياسر المثال اللبناني ياسر يتماشى معنا. اليوم عندهم المشكله نتاع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تقول مدام ليال منصور انه فما برينسيب يقول لي كل ما توخر انك تلقى مفاهمه مع صندوق النقد الدولي، كل ما الوضعيه الاقتصاديه نتاعك تزيد تدهور، وكل ما يصعب انك انت تدخل في مشروع انقاذ. خلينا نقول سفيان بالضبط، هو حكاية الاتفاق بين لبنان وبين صندوق النقد الدولي تشبه شوية لحكاية الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي. عنا سنوات نسمع على نقاشات ومفاوضات، المشكلة شنو؟ في نفس الوقت إذا أنت ماكش قاعد تقوم بإصلاحات وما فماش إجراءات الهدف نتاعها تغيير الوضع الاقتصادي، وتحاول انك توصل فيه على اتفاق لكن ما تنجمش، الوقت قاعد يتعدى. اذا المشاكل اللي انت تعيش فيها قاعده تتعمق. مثلا اذا انت عندك مشكل في القطاع البنكي، كان نحكيه على دوله لبنان، وما تبدل حتى شيء، لم يتم تغيير اي قانون، توا هوني المشاكل هذيك من اللي كانت تاثيرها على سبب مش نقولوا مش نعطي رقم كيكة، من اللي كانت مثلا تأثر 3% على طريقة سلبية على الاقتصاد، الشهر الجاي باش تولي تأثر 10%، الشهر اللي بعد باش تولي 15%، وانتي ماشي معناها اون اكسبونونسييل. الأزمة قاعدة، هذا هي اللي نقولوا احنا الأزمة تشتد. صحيح، شنو معناها المشكل التأثير نتاعه قاعد يكبر. لا، وكي نزيدوا نسمعوا مدام ليل ونحس وكأنها الأزمة باش تزيد تشتد. بالضبط، انا هنايا مدام الضيفة معانا نحبوا نفهموا علاش ما فماش اتفاق على مستوى الإصلاحات اللي يجب المضي فيها. شنو اللي يمنع ولا ما الذي يحول دون الاتفاق حول مجموعة من القرارات تخلينا نمشيو سفيان؟ نعرفوا لصندوق النقد الدولي نوعا ما يقترح عليك نوعا من الإصلاحات. والله أنا نحب نفسر النقطة هذه بسرعة بسرعة بسرعة. في ساعة صندوق النقد الدولي راه ما يجي يفرض عليك حتى شيء، مش يفرض عليك، هو يقترح عليك. سابقا كان فما ما يسمى ببرنامج منصوح به، فما إجراءات نقولوا راي تطبق بنفس الطريقة في البلدان الكل. أما مش معناها إجراءات، مثلا أنا كي نجي عندي مشكل في التصدير
نمشي نشوف شنو اللي عطل في التصدير. مش باش يجي يقول لك ليه ما تخدمش هذا واعمل هذا، مش باش يمشي معاك في التفاصيل. فهمني؟ راهو صندوق النقد الدولي البلدان تمشي له بساقيها، الدولة تختار انها تمشي، راهو هو ماهوش يستنى فيك. نمر واحد. نمر اثنين، راهو خلينا نذكر المؤسسة هذه راهي ماهيش تاع ديمقراطية وجمهورية، الدولة هذه راهو المؤسسة هذه صندوق النقد الدولي مهمته الأولى والأساسية علاش تعمل هو الحفاظ على التوازن الاقتصادي العالمي. بالضبط. معناها لازم انت الوضعية الاقتصادية نتاعك كدولة تكون جيدة، خلينا نقولوا واش ما نقولوش باش ما نمشيوش في تصور هكا مثالي. هذا هو الوضع. راهو لبنان اختارت انها تمشي صندوق النقد الدولي، علاش؟ على خاطر ما عندهاش حلول اخرى، على خاطر الصعيب من صعب انك تتوجه المنح ولا الدولة تعطيك فلوس نقود وانت ما عندكش ضمانات وانت ما عندكش وضوح على المستوى الاقتصادي ولا السياسي. تونس كيف كيف، هذا هو معناه لو باراليل احنا ديما نختار الموضوع يشبه. بالضبط. تونس كيف كيف، راك انت على المستوى الاقتصادي والسياسي لا وجود لاستراتيجية واضحة على المدى القصير. به مدام ليال منصور، نعاود نرجع لك سؤالي ليك. الحقيقة سلبي نوعا ما، الحقيقة ما ميسالش، هو يطرح روحه. خلينا نقولوا، هل أهدرت لبنان مدام ليال كل فرصها في النجاة أم لا زال الإنقاذ ممكن حسب رأيك؟ مدام ليال جاوبنا على سؤالنا ذا قبل الفصل. تحب تشري عقار ولا تكري ولا تبيع؟ فيكم مستمعينا ذي اقتصادنا بالملي، مواصلين مع بعضنا حتى للعشرة متاع الصباح. غونديفو غاب، موضوعنا هو عودة على الوضعية الاقتصادية في لبنان. ضيفتنا مدام ليل منصور، الخبيرة الاقتصادية اللبنانية. مدام ليل منصور، نعود نطرح عليك سؤال اللي كنت طرحته عليك قبل الفاصل. هل أهدرت لبنان اليوم كل فرصها في النجاة أم لازال الإنقاذ ممكن؟ أنا هو منو السؤال، مثل ما ذكرت أول شيء قبل الفاصل أنه سلبي، هو فعلا لبنان هدرت كتير فرص، لأنه على أوائل الأزمة تعود لبنان أساسا أنه يكون عم يتساعد على طول. يعني فينا نقول من أول وجود لبنان وكل الدول بتساعد لبنان، بتساعد لأسباب إستوريك، لأسباب فنية، لأسباب دينية. فكان في كتير مبادرات من الدول أن تساعد لبنان، ولكن هذه المبادرات عم تطلب يكون في نية الإصلاح، أي يكون في نية التغيير. هلأ هدرنا إيه؟ لأنه ما في ثقة. أي مساعدة بدها تكون حتى من الدول الأشقاء بده يكون في نوع من الثقة أنه هذه الأموال حتروح إلى المكان المناسب، وما كان في حتى مبادرة تغيير الطاقم السياسي أو حتى تغيير السياسات الاقتصادية أو السياسات النقدية. فطبعا نحن هدرنا كتير، بس أنا بحب أوضح نقطة مهمة بما يخص صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي عم يقترح على لبنان قروض 3 مليار دولار فقط على خلال أركم سنة. لازم نعرف أنه 3 مليار دولار ما بيعملوا شيء بلبنان، لبنان مديون 100 مليار دولار، فهول ما بيعملوا شيء. ولكن نحن نحتاج من الصندوق النقد الدولي الثقة، لأنه ثقة الصندوق النقد الدولي هي اللي حتمنح الثقة العالمية. العالم بتفكر أنه نحن نحتاج إلى قروض الـ IMF، نحن لا نحتاج إلى القروض، نحن نحتاج إلى technical assistant، المساعدات التقنية والتوجيهية، أكثر من أنه نحتاج إلى المساعدات المالية. لأنه لبنان هو في مصاري ولكن منهوب من سياسيينه. وكمان نقطة كمان مهمة بقصة الهدر الفرص، اقتصاد لبنان كان مدار من سياسيينه. يعني أغلب مصارف لبنانية، أغلبها حتى ما أقول كلها، هم نواب وسياسيين، أصحاب المصارف هم نواب وسياسي ووزراء. يعني هاي لحالة في عنا conflict of interest، conflict d'intérêt، لحتى نشوف أنه مش لصالح لا المصارف ولا لصالح بعض الشركات اللي هي بتدين الدولة إن مثلا تكون نعمل فيه إصلاحات، لأنه مش لصالحهم الشخصية، حتى لو كان هذا شيء لصالح البلد وللشعب. وهيك ماشي لبنان.
للأسف الحقيقة مدام ليال منصور، كي نسمعك تحكي الحقيقة الكلام متاعك يذكرنا ببلادنا، ويذكرنا زادة بحال الدول يعني اللي تخلي نقوله في نفس الوضعية، تضارب مصالح كبير، نقص في الثقة أنت كنت حكيت عليه. يعني اليوم منه لبنان يطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الثقة، يعني الثقة خلي نقوله هي لازمها تخرج من عندك أنت ديجا ثقة. كي نسمع اليوم كي نسمع محافظ البنك المركزي في لبنان شنو اللي صار فيه، كي نسمع كلامك من عندك أنت كي تقول اليوم المسؤولين على البنوك وغيره هما ناس وزراء وبرلمانيين، يعني تضارب مصالح كبير وكبير بالقديه بالقديه، يعني فما شبهات خلي يقولوا مش ما نقولوش هكا الكلمه ديك. شنو تحب تقول قوبانتيني؟ قل لي. والله انا نحب نسال علاش ما فماش اصلاحات، علاش ما فماش توافق على المستوى هذا، شنو اللي خلينا نشوف اللي الوضعيه السياسيه، هي الوضعيه السياسيه إيه؟ لانه اوائل الاصلاحات أوائل الإصلاحات هو الكابيتال كنترول وهو رفع السرية المصرفية. لبنان يتميز عن دول العالم أنه عنده سرية مصرفية، يعني ما بيقدر حتى يعني بحالات استثنائية يمكن بعض الأمور القضائية حتى مش بكل سهولة في القضاء ممكن تلجأ على الحساب. عشان هيك كان نسميه سويسرة الشرق، سويسرة الشرق أنه هي مثل سويسرا عندها السرية المصرفية. فعشان هيك كان يقول أنه ممكن في كتير أموال تهريب إلى لبنان تصير لأنه ما فيك تعرف مين صاحب هذه الأموال. فلما بتجي الصندوق النقد الدولي بيقول بدنا نرفع السرية المصرفية، فبالتالي رح ينعرف كل سياسي شو عنده، قديش صار فيه تهريب أموال، قديش صار فيه تحويل أموال. هيدا من أساس الإصلاحات اللي مطلوبة من صندوق النقد الدولي واللي لبنان رافض يعملها. يعني حاول لبنان بطريقه ما قال نرفعها على فتره مؤقته كم شهر او سنه، وهذا غير كافي لنعمل تدقيق. في شيء اسمه التدقيق الجنائي، التدقيق الجنائي بعد ما ابتدى اقل منها، يعني اي جريمه ان كان جريمه سرقه جريمه قتل بنعمل فيه تدقيق لحتى نشوف مين دخل مين خرج مين عمل مين اشترى مين المتهم. طب مطلوب نعمل تدقيق جنائي على مستوى رفيع لحتى نشوف كيف الأموال اللي في المصارف انسرقت وكيف تهربت ومين صاحب الأموال ومين هرب، لأنه صار فيه بنكران كتير كبير في لبنان. طب ممنوع التدقيق الجنائي، هيدول هم أساس الإصلاحات قبل أي نوع إصلاحات تاني. صحيح صحيح. مدام ليال منصور ضيفنا المحامي ماجد حاجة عليه حبيت فعل معك. مدام حبيت نتوجه لك بسؤال، فما حاجة اللي هي لا ريزيليونس تاع المواطن اللبناني، معناها قوه الصمود نتاعو امام التدهور، معناها المونك ديليكتريسيتي دو هذا موجود في لبنان من عشرات السنين والدهور اكثر. هالصمود الحركات الاجتماعيه اللي تلات هالصمود هذايا وتلات ريزيليونس، معناها ابليزور بريس شفنا حركات اجتماعيه حول تدهور المرفق العام وتدهور القوى الشرائية في لبنان، لكن في الأخر نلاحظوا اللي التوافقات السياسية والإكيليبغ المعادلة الطائفية كانت أغلب من مصلحة اللبناني اللي في الأخر بطوائف الكل مضرر. معناها هذه ستنفخان اليوم للريفورم اللي عندكم في لبنان هي التوافقات السياسية الطائفية اللي ستكيليبغا أتنيخ. أكيد، لأنه أساسا لما نشوف نحن كيف تركيبة لبنان، التركيبة السياسية للبنان هي فعلا تمنع حتى الإصلاحات، حتى لو ما حكينا إصلاحات اقتصادية يعني اجتماعية عم نحكي، حتى لو إصلاحات اجتماعية تغيير في السياسي، تغيير السياسي. يعني شفنا نحن الانتخابات النيابية تركيبة النوع الانتخابات الطائفية تمنع يكون في حدا جديد ينجح أو بصعوبة جدا جدا، خاصة ببعض الطائفية. يعني في بعض الطوائف ما إجا ولا مخلوق جديد ولا مسموح أصلا يكون في نفس جديد. فعلا في مشكلة بالتركيبة السياسية الأساسية قبل ما نحكي حتى عن اقتصاد،
وللأسف هيدي هي مشكلة. لما نقول إنه لبنان بيعاني بمشكلة طائفية غير موجودة في كل بلدان. ذكر من شوي إنه وضعنا بيشبه وضع كتير دول عربية، إنه في فساد وتضارب مصالح، ولكن نحن عنا وضع أصعب بكتير من وضع أي وضع دولة عربية أو حتى دولة أفريقية. نحن عنا اللي بيحكم هي الطائفية، حتى لو كانت حتى لو كان الشخص غير كفوء. في عنا النواب يلي بيمثلوا أصوات الشعب، انتخب بعشرين صوت لأنه عنده طائفية أقلية. موضوع الطائفية مدام ليال منصور، سامحني القصة عليك، موضوع الطائفية اليوم موضوع للنقاش ولا لا في لبنان؟ فما إعادة يعني تفكير للكونسيبت هذا بكل اليوم؟ لخبرك شغلي، الأشخاص اللي هم كتير متمسكين بالطائفية متمسكين خوفا من انهم يخسروا ما يمتلكون. الأشخاص اللي ما عندهم شيء قدموه غير التعصب الطائفي بتمسكوا بالطائفية. يعني بمعنى ثاني، الشخص المنفتح المتعلم اللي بيعرف انه هو قادر يوصل بغض النظر شو دينه وشو لونه وشو شكله، هو ما حيتمسك بشيء اسمه طائفية اللي هي فعلا شيء ظالم. اما الأشخاص اللي مستفيدين بهذه المنظومة واللي بيخافوا يخسروا السند اللي هو سند الطائفي بيتمسكوا فيهم. نهيت عن فئة تانية اللي هي الطائفية هي ايديولوجية، يعني هي لغيزون داتر في الحياة، يعني وكأنك انت هون لحتى تنشر دينك، ان كانت المسيحية او الاسلام، او انت وانك تتخلى عن هذه الطائفية كأنك انت تخليت عن دورك الالهي. فللأسف يعني طريقة الطائفية دخلت في ذهون الأشخاص بقصص مختلفة، يا أما بأنك تستغل بالاستغلال، وفي عنا كتير منهم هني كوني هيدول الاستغلال، هم مسكين المؤسسات الدولة ومصفين الجماعة اللي عندهم وهن اللي عم بيستفيدوا، وعنا الفئة الثانية يلي بيعتبروها نوع من الإيديولوجية ولهن مسكين فينا نقول القوة في لبنان، وهم اللي عاملين التوازن على ذوقهم في لبنان. والفئة اللي بتطلب التغيير هي الأقلية للأسف، ويمكن مع الوقت ممكن هالأقلية تقدر تنجح، ولكن عندهم الأوبورتونيتي إنهم يسافروا ويهاجروا، وهذا اللي عم بيصير. هيدول اللي هن مش مرتبطين بالطائفية هن اللي عم يتركوا للبلد، هن اللي عم بيسافروا، هن المطلوب منهم أصلا إنهم يسافروا. واضح. مشكورة جدا مدام ليال منصور. هكا نكون وصلنا للختام الفقرة متاعنا، فقرة لو رونديفو اغا. مدام ليال منصور خبيرة اقتصادية لبنانية، عملنا معها عودة على الوضعية الاقتصادية في لبنان. الوضعية ما زالت محيرة الحقيقة، برشا أسئلة ما زالوا مطروحين في الموضوع هذا. نتمنى وإنها الوضعية الكارثية هذه على قليلة معناها كتجيب دي شانجمون كبار، وبشكيكا معاش نشوفوا وضعيات من نوع هذا في المستقبل. 9:32